كتير على اي حد. بتقول حاجه يا دكتور جحش؟ لا 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 مفيش، كملي ما توقفيش. وفعلا اتجوزنا، في الاول كانت حياتنا ماشيه كويس قوي، واحده واحده ابتديت احس بحاجات بتتغير فيه. ابتدى يسيبني كتير في البيت ويخرج حمار، لحد ما جه يوم كنا في البيت وحصل مسك كهربائي في الشقه، حصل حريقه كبيره جدا، لف نفسه ببطانيه وخرج جري. قعدت اقول له ما تسيبنيش، اوعى تسيبني. وسابك؟ ايوه ساب. وجريت ركبت الاسانسير واتحبست جوه، كنت هموت اليوم ده لولا المطافي جت في اخر لحظه ولحقتني. ومن ساعتها وانا ما بقاش عندي ثقه في اي راجل، بقيت بخاف من كل الرجاله واتوتر لما اشوفهم، كلهم زباله ما يهمهمش غير نفسهم. خليك جاهز، انا هنزل اهو هديك رنه. صباح الخير. اتفضل. طلع الدور الكام؟ التالت. اوضه كام؟ نعم. مش قصدي، اصل انا في الدور الخامس واوضتي 3 5. انت بتسخن فيها ولا لا؟ لا طبعا. انا ملك، انا ملك. مش قلت لك ما تخافيش؟ تحب تريحي في اوضتك ولا تجربي 3 5؟ ستروبري. ستروبري. يا نسا، يا نسا. ستروبري. لو سمحتي. نعم نعم يا بي، اقعد مكانك ما توجعش دماغي. الدخول بأولوية الحجز. ما انت دخلتي قبل مني، ما انا جاي الاول. الانسه اللي دخلت دي حجزه بقالها اسبوع، عايز تدخل بسرعه ادفع 400 جنيه. 400 جنيه؟ ما مكتوب 100 جنيه كشف عادي و200 جنيه كشف مستعجل. 400 جنيه مستعجل فشخ، ده كتير قوي. طب انا هستنى بس استعجل الدكتور شويه، دي بقى لها ساعتين جوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، استغفر الله العظيم. يا بتفضل اتفضل يا بيه، اقعد مكانك وانا ادخل اشوفه لك. اتفضل. حاضر. ستروبري. بقيت كل ما اتكلم مع حد ما بقتش قادره ابص في عينيه، بقيت حاسه ان كل الناس بتكرهني، حتى اقرب الناس ليا، بقيت عايزه اموت. ان شاء الله عدوينك. هو حضرتك هتغير لها البامبرز؟ فيها لب؟ مش شايفه في حاجه في ايدي. هي نايمه كده ليه يا دكتور؟ عشان تبقى على راحتها وتطلع كل اللي جواها. هاتيلي حقنة فولترين. فولترين؟ من امتى بندي حقن فولترين احنا؟ الحالات الصعبة اللي زي دي لازم نديها فولترين. يا دكتور المجانين متضايقين. شش، ما تقوليش عليهم مجانين، اسمهم مرضى نفسيين، ما تعقدهمش اكتر ما هم متجننين. اتصرفي يا لبنى، روحي هديهم.
طب ممكن حضرتك تنده عليا لما ترجع انت والمدام البلاش؟ اتفضل يا لبنى وهاتيلي تسجيل حالة غدا بهجت. اصح يا رجالة لازم نخلص كل اللي ورانا النهاردة. ان شاء الله يا باشمهندس. السلام عليكم. تعالي يا لبنى. ايه الشقة دي؟ دي شقة بشطبها. بتشطبها؟ انت دخلت كلية طب طلعت منها مهندس؟ شش وطي صوتك. هي صعبة عليا ولا ايه؟ ضربت كأني قبط المهندسين على سي في محترم وخدت الشغلانة. يا ابن الحرامية يا مستر. بسك ما شفتي صاحبة الشقة. اللزازة والمزازة في نفس الإزازة. بقول لك يا باشمهندس البيبان هنديها سيلر ولا نديها معجون؟ أنت شايف إيه؟ نديها معجون. اديها وش سيلر. حاضر. أصلي. طب دلوقتي أبوك طلب تسجيل جلسة غدا بهجت. أوف. عند الراجل لسه بيطبعها على سيدي. نعم يا اخويا. مالك قفوش كده ليه؟ لبنى ما تخلينيش امد ايدي عليكي قدام الناس. ابوك لو عارف ان انا بسرب لك جلسات العيانين هيعمل معايا الجلاشه. ما تخافيش. والله العظيم انا تعبت من الشغلانه دي، ابوك بيشقط العيانين جوه العياده، وانت بتشقط العيانين بره العياده، ده انا حاسه اني شغاله في مشقط. مشقط يا بيئه. طب ايه رايك بقى ان انا مش هسرب لك جلسات العينين تاني؟ وانا بقى هطلع على ابويا اقول له ان انا اللي ضرب لك شهاده التمريض وانك ضحكت عليه عشان تاخدي شغلانه. مستر علي انا بهزر معاك، مالك النهارده بتزعل بسرعه؟ ده انا جايبه لك ثلاث جلسات يستاهلوا بقى. ايوه كده اظبطي. حلوه ليلى طلبه دي، حلوه. بس خلي بالك دي لازبون. هو ايه الكروت دي؟ ده بضرب كارينا دي الجزيره. طب ليه؟ هخرج مع هدى زكي هناك يوم الثلاث. طب وبتضرب الكرنيه ليه؟ ما تيجي اشبك لك وتنط من مركز شباب الجزيره زي ما بنعمل. هروح معاها نادي الجزيره واقول لها ادخلي على ما انط من مركز شباب نادي الجزيره وقابلك جوه؟ تصدق مش حلوه وانت كمان جان. انا هاخد ليلى رستم دي. ماشي. سكي. لا بس كده في 50 ناقصه. ليه مش 120؟ 120 دول كسر، انما ليلى دي 170، انت شفتها بيفور قبل ما ترجع من لبنان، ما شفتهاش افطر. كتير يا لبنى، هديكي 130. والله ليلى 170 حتى اسال في اي حته. هديكي 130 واضرب لك رخصه الموسيقى اللي انت عايزاها. ماشي اوكي موافقه قوي. يعني فيلم التقيبه اللي انت عاملاه ده كله عشان تزودي التسعير. ها سكي. اوكي. طب دلوقتي دكتور منير الجحش بيفكرك بالليل ميعادك عند استاذ مؤمن. ماشي خليكي جاهزه. اوكي سلام عليكم. مع السلامه. قمر يا دكاترة. يوه يا بابا ارحمنا بقى ارحمنا، دايما بتشطح في الطلب. ها كفاية عليكم كده ولا ايه؟ لا انا ما استكفتش لعب، يلعب كمان. بقول لكم ايه، هي خسرانة خسرانة، انا هراهن بكل اللي معايا. وانا كمان. لا تحددونا ولا ايه؟ وانا كمان. وانا كمان اهو. الو. ايوه لبنى. أنا دكتور منير. لا مؤاخذة يا جماعة العيادة. لا خد راحتك. بقول لك إيه؟ عاوزك تأكدي على ميعاد البنتين التوأم. والراجل السوداني الكبير. ما تنسيش تلغي ميعاده. علشان ما يجيش على ما فيش. أيوه. والولد قريب مجدي يعقوب. تأكدي على ميعاده. ويجي لوحده، ما يجيبش حد معاه. مش عاوز دوشة في العيادة علشان الجلسة. مع السلامة. المؤاخذة يا جماعة. كان الله في عونك. الشغل مش هتقلي. وبعدين بقى في تليفوناتكم دي مش عارفين نركز في اللعب. سوري يا جماعة معلش.
ده الميكانيكي بس سايب عنده عربيه. نعم على الميكانيكي. ايوه يا ابو السيد، ايه الاخبار عندك؟ دكتور منير بيقول لك ان معاه البنتين الزبيت والطريفي، وما تنزلش بالشاي بالزبيت لو معاك عشان عايز يفنس. والولد الهارت معاه معهوش غيره في الكلر ده. طيب يا حبيبي تسلم، وانا اكلمك كمان شويه كده اعرف اخر الاخبار عندك. مع السلامه. يا جماعه نلعب بقى؟ طبعا. هنزل اجيب شويه حاجات كده عشان الطريق. عايز حاجه معينه؟ يا بابا افتح، ما ينفعش اللي بتعمله ده. مش هتخش البيت يا علي. يا بابا ما ينفعش تلمي لي هدومي وترميها لي بره البيت كده، وانا مأجر عندك غير جديد. بتخرب بيت ابوك يا علي. ما تقفرش بقى يا منير بقى. ما اقفرش؟ هو انا عشان ما ربيتك اننا نكون اصحاب تفتكر ان اي حاجه مشروعه؟ يا منير احنا نلعب نهزر نتشقى شويه مع بعض لكن لحد الشغل ده خط احمر. عاوز تقفل العياده اللي بتاكلنا عيش وفتحلى البيت ده، بدل ما انت زي الشحط كده، بدل ما تساعدني بتيجي تاخد مني مصروف. على فكره بقى انت السبب في كل ده، خليت ندخل كليه طب وانا ما بحبهاش. قلت لك سيبني اسافر انجلترا واديني المصنع اللي سابته ماما وانا شغاله. تشغله ولا تبيعه وتصرف فلوسه على النسوان بتوعك. امك لو كانت شايفه فيك امل كانت كتبتهولك. يعني مش هتديني حق فرصه امي؟ لما تيجي تقف جنبي في العياده وتثبت لي انك راجل هديهولك. على فكره العياده بتاعتك دي انا اللي مشغلها لك. يا راجل مش كل الستات اللي عندك حالتهم بتتحسن؟ ايوه ده عشان انا دكتور شاطر. طب والرجاله ما بتتحسنش ليه؟ يعني عشان النسوان انا اللي بحللهم عقدهم، انا اللي بعالجهم مش انت، يعني المفروض تشكرني. امشي من قدامي بدل ما اخلي الغفر يرموك بره. طب افتكر بقى اني طلبت حقي بالذوق. على فكره انا عارف انك مش مضايق عشان الشغل، اللي مضايقك قوي ان عرفت تعلق الحريم اللي انت ما عرفتش تعلقه. علي يا ابو جرى له حاجه؟ طردني. طب ايه هو قال لي ايه؟ اخش انت عمي تحتضني يعني وكده؟ هي جابت تحتضني؟ سلام عليك. هتضروا ايه دلوقتي ده؟ اللي حصل ده كان متوقع حدوثه ان اجلا ام عاجلا. متوقع انه يطردني بره البيت وياكل عليا ورث امي؟ لا، متوقع انه يكتشف افعالك الدنيئه. ولا انت فاكر انك كنت ممكن تعبر لبر الامان سابحا في بحر من الخدع والاكاذيب؟ نعم، ده نتيجة طبيعية لاتساع الفجوة بين الأسرة والفرد، وأنا شايف إن المشكلة بتبدأ من البيت قبل المدرسة. بلاش الكلام اللي بتقوله للطلبة في الجامعة ده. يعني دلع منير وصحبيته إزاي ده ليك جعلت منك ذئب بشري منساق ورا دنيا الشهوات والملذات والمزز. كل الفصحى دي وفي الآخر مزز. كلامك بقى كله بلح، لأن أنا جوايا طاقات بنت لذينة بس محدش بيساعدني. يعني لو بابا كان سابني أسافر وإداني المصنع بتاع إنجلترا كان زماني في حتة تانية خالص. ايوه في انجلترا؟ لا يعني اقصد في مكانه تانية. في السجن. بالعكس، على الاقل لو مش عايز يديني المصنع يديني النصيب الشرعي ويسيبني اسافر. وليه ما تنهجش نهج ابوك في الحياه؟ ابوك راجل عصامي سافر وبدا من الصفر، وامك اعجبت بيه رغم انها كانت من الساده في انجلترا. حلو قوي، يسيبني بقى اسافر عشان ابدا زي ما بدا واعمل المشروع اللي بحلم بيه. اللي هو ايه؟ مش عارف بس اكيد هلاقيه. واضح ان كمان مضطر ان اطردك يا علي.
لا تطرد مين، انا ما عنديش حته بات فيها، انا هبات هنا. ايه بتهزر؟ لا ما ينفعش طبعا تبات هنا، انت كده هتوقعني في مشكله مع الدكتوره سندس. دكتوره سندس مين دي؟ واحده بتيجي كل خميس تنظف. مراتي، دكتوره سندس مراتي، كنت لازم تبلغني قبلها بيومين عشان اقول لها. ما هو ابويا بصراحه ما بلغنيش قبلها بيومين انه يطرد يعني. التمس العذر علي، انا اسف مش هقدر. انا برضه عملت حسابي عشان عارف انك هتقل معايا. مساء الفل. مساء النور حبيبي. ايه دي؟ ده جواب جالك من البنك بيقول ان حسابك وصل 6 مليون و320 الف جنيه، وطبعا ده يوصل اولا لدكتوره سندس. ده جواب مزور. طبعا مزور، لسه ضربه حالا في العربيه قبل ما اطلع. محاوله دنيئه لابتزازي، يصعب جدا على الدكتوره سندس تصديقها. ممكن ما تصدقهاش بس هتخش في حوارات. انا مش عاوز حوارات يا علي. شكلك بتحب الحوارات. انا بكره الحوارات. طب دوق. هي ايه الحوارات؟ دوقتها وما عجبتنيش. هي ايه الحوارات؟ تسلم ايديك يا دكتوره. بالهنا والشفاء يا دكتور جلال. لا جلال بقى من غير دكتور، انتوا بقالكم 12 سنه متجوزين، يعني المفروض تبتدوا تاخدوا على بعض يا اولاد. العشاء هيكون جاهز في غضون نص ساعه يا دكتور. استمحيكي عذرا الا تتعبين نفسك، فانا بعد وهله ساخذ النوم العميق. ولا ايه جل؟ جل؟ نسيت اقول لك يا دكتوره ان علي هيبيت معانا كام يوم كده، مش كتير يعني. كلام، هيسألك سؤال معلش سامحني. لا يا حبيبي قول. انتوا بقالكوا 12 سنة ما بتخلفوش، مانعين يعني ولا خايفين تنوع بعض عشان عيب؟ لا احنا بننام 8 ساعات على الأقل في اليوم. بس ايه علاقة ده بالخلفة؟ مش قد اللعبة يا اخويا، ما تلعبوش. عاملين اللي فيها كباتن. علي انت فين يا ابني؟ انا قلت مش جاي. ده ايه اللي جابك هنا؟ جاي العب. هتطرد من هنا كمان ولا ايه؟ واطردك من اي حته. اهدى شويه يا منير، ما تدخلوش خلافاتكم في اللعب، احنا جايين نهزر مع بعض يا راجل. تعال يا حبيبي العب مع بابا، طول عمركم فريق واحد. لا خليك يا انكل، انا هقعد هنا. ايوه كده، خلي البوله تسخن. هتسخن. لا انا كده بقى اللي لازم امشي. اقعد يا منير بقى، بطل هيافه. سيبه سيبه، هو شكله خايف. خايف من ايه بقى يا نوغه؟ خايف تلعب قصادي لا يكون مستواك في البريدج زي مستواك في النسوان. وزع يا مؤمن. ربنا ان انت ما بتلعبش على هدومك، كان زمانك مروح بيتكم بلبوس وباباك يضربك. يا جماعه الوقت اتاخر، يلا بينا نروح. يلا استنى، ما تيجي نلعب على حاجه تستاهل. زي ايه يعني؟ زي المصنع بتاع انجلترا. عاوز تلعبني على مصنع انجلترا؟ خايف من ايه؟ ما انت حظك حلو ما شاء الله النهارده اهو في السماء. الحركات دي انا اللي معلمها لك، عمال تخسر تخسر قدامي عشان تسحبني في اللعب. يا ابني انت لسه صغير. طالما انا الصغير وانت الكبير خايف من ايه؟ لعبني على المصنع، ولو كسبت قدام الرجاله دي كلها مش هفتح بقي في موضوع المصنع ده تاني. انا موافق. انسى كوتشينا. امال هنلعب ازاي؟ ايه رايك نلعب على شيرين عزب؟ مين شيرين عزب دي؟ دي حاله مستعصيه عندي في العياده. مش انت بتقول ان انت اللي بتعالج لي المرضى بتوعي؟ وبعدين اثبت لي بقى ان انت احسن مني وعالجها. انا مسافر انجلترا بكره ولمده شهر، اعتبر نفسك انت الدكتور والعياده عيادتك. لو اثبتت لي ان انت عرفت تعالجها انا هكتب لك المصنع. ايش 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 والسمكه يعني فش وانت يا بنت انا يعني بلاش وانت يا واد جامندو شباك يعني ويندو ولا بيبوس كان يعني شو هريدي سافي شر مزرعة يعني فارم، فلاح يعني فارمر، بنت اسمها مرمر، اه يا واد يا جد، الفرخة يعني هن. يلا يا بت، داك انت وهو يلا استج. اش اش اش، السمكة يعني بس، وانت يا بت يا يا مستر علي، اللي جابك بعد ما قطعتي عيشي؟ ينفع اكلمك ما تردوش عليا؟ مش فاضية، بذاكر للعيال، عندهم امتحان. قصدك عندهم نمرة؟ ده ايه الفرح ده؟ احنا بنفقد دروسنا في الكلية، انت عايزها ساكرة.
يا ده انت هو المضى اللي انتوا فيها دي؟ انتوا فاكرني محترم ولا ايه؟ ده انا زبالة. سوبر سوفليكس يا بنتي يا جد. تعملي بس يا حبيبي. يا لهوي يا جد. صويا مصك يا حبيبي يا جد. الحين يا بنتي يا لهوي. بس يا ولد بس يا ولد. يلا مين دول؟ يلا يا مستر اتفرج. وربنا ما هسيبهم. شوفي وربنا ما هسيبهم. هو عشان جاي لوحدي؟ خلاص بقى انتهينا. ممكن افهم ايه اللي جابك؟ مين يا لبنى؟ ده مديري في الشغل. اوعى تقول قدامها اني كفتها هتموت فيها. اتفضل يا ابني حماتك بتحبك. متشكر يا حاجه واكل والله. يا دي لعبه انت كده بتشتمنا. بقول لك ايه؟ هو ليه ده لابس فانيلا بس والتاني كلوت بس؟ هما ما عندهمش غير فانيلا واندر وبيبدلوا فيهم. يا ساتر ده انتوا معدومين خالص. تسلمي لي يا طنط. بقول لك ايه؟ انا عايزك في خدمه يطلع لك منها مصلحه كويسه. والعيال دي مالها بتبص لي كده ليه؟ ما انت اكلت الطعميه لوحدك. دي كانت العشاء. الطعميه دي هي العشاء بتاعكو؟ انتوا محفلين جدا. امسكي يا لبنى. خدي هات لهم كل اللي بتنسون فيه. قلت لي بقى كنت عايزني في ايه بعد ما خربت بيتي؟ بصي يا لبنى. انا بصراحه ضميري تعبني قوي باللي حصل لك بسببي. وعشان كده قررت اني اعوضك. هتتجوزني؟ اتجوزك ايه يا زباله؟ انا شغالك معايا وهديكي اكتر من اللي كنت بتاخديه عند بابا. امسكي. ادي شهر اهو. وايه المقابل يا علي بيه؟ احنا فقراء صحيح لكن اغنياء النفوس. اش. طب خلقك بقى ضيق قوي كده. هاتي هاتي انا غلطان هاتي. استنى بس خلاص هعمل لك اللي انت عايزه. عايز ايه؟ اترزع اما اقول لك. دلوقتي انا متراهم مع ابويا على حاله عنده في العياده ان اقدر اعالجها في خلال شهر، ولو حصل هيديني المصنع بتاع انجلترا اللي سابته. وبعدين انا عايزك تساعديني ان اقدر اعالجها، عشان هو ما رضيش يديني اي معلومات عنها خالص. عايزك بقى تجمعي لي كل حاجه عنها، ولو حصل هديكي 50,000 جنيه. وجاي على نفسك كده ليه؟ مصنع وانجلترا وترميلي 50,000 جنيه؟ امال عايزه كام يا استاذه لبنى؟ 60,000 جنيه. يا اما المقابله انتهت. يا بنتي فرهضتيني معاكي. موافق اتنيلي اقعدي. اوكي انا معاك. مين الحاله دي؟ مريضه اسمها شين عزب. مستحيل. ليه الاحباط من اولها؟ اصل دي مش مريضه. امال ايه؟ ده مريض بقاله اكتر من سنه بيتعالج عند دكتور منير، وكل يوم حالته بتسوق اكتر. كان جاي لنا العياده بيتكلم بصعوبه نتيجه الصدمات اللي حصلت له. شويه بشويه الكلام قطع خالص. عنده فوبيا من اي ست. مجرد وجود ست في المكان يخليه عنده حاله ذعر حتى لو كانت امه. والفوبيا دي جات له منين؟ من 4 بنات. اترفض 4 مرات من 4 بنات وكلهم متعلق بيهم، فجت لي عقده من كل الستات. هو لازم يترفض؟ بذمتك لو تقدم لك ده توافقي؟ انا لو كلب تقدم لي وافق عادي. طب وهعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش اروح اتكلم معاه راجل لراجل كده يمكن يستوعب. يا ريت كان الجحش نفعه. صح. طب اللي فاتوا كانوا ستات سهلت كلهم، لكن ده هتخله منين؟ انا هقول لك. شغلك مش هيبقى عليه هو اصلا. امال على مين؟ على 4 بنات. ازاي؟ دكتور منير كان قال ان الحاجه الوحيده اللي تفك عقدته ان يشوف ال4 بنات دول مكسورين قدام. حلو قوي. انا هجيب الاربعه قدامه واكلهم علقه موت. السلام عامل لي ابن ليل قوي. بقولك تكسر بخاطرهم زي ما كسروا بخاطره، مش تكسرهم هما. ودي اعملها ازاي بقى؟ يعني انت مثلا لو اعتبرناكي ست، ايه اكتر حاجه ممكن تكسرك؟ انك تعشمني بالجواز وتسيبني يوم الفرح وانا بترس. ترس؟ الاربعه في يوم واحد. سهام بدر 23 سنة، معيدة في جامعة الأزهر. رشحتها له أخت واحد صاحب. قعدوا فترة يتكلموا، ولما تعلق بيها وطلب منها الجواز رفضته بحجة إنه إنسان غير مسؤول وغير ملتزم. ده هو أنا الحمد لله مسؤول قوي وملتزم. أنت بتعجزيني يا لبنى. شكرية سيد عباس وشهرتها شكرية توتا 26 سنة، بتشتغل ريكلام في كبيرهات في شارع الهرم، وهتموت وتبقى رقاصة. وده عرفها منين دي؟ أصحابه خدوه في مرة الكبيره، قعدت معاهم على نفس الترابيزة، شبت فيها وحبها، وأول ما قال لها إنها تسيب الشغل شرشحت له ومسحت بكرامته الأرض. ده اللي هيتعمل فيها بالظبط لو حاولت أكلمها. وأخيراً سميحة العون 30 سنة في سوة المدح وكبيرة المنطقة. كلامها بيمشي على الكبير قبل الصغير. هي أساساً كانت ديرة وشين بيسكور منها.
سميحة! مرة في مرة حبها، لما صريحة في حبه رفضته. خد الصابونة برضو؟ خد الصابونة وتسع غرز. والرابعة مين؟ الرابعة شيرين عمره ما شافها في حياته. ازاي؟ اتعرفوا على بعض على النت وفضلوا يتكلموا فترة طويلة على النت لحد ما اتعلق بيها، ولما قالها برضو رفضته. طب وهنجيبها ازاي؟ معرفش غير الايميل بتاعها، كتكوتة زغنطوطة @hotmail.com. اديني بقى كده الايباد ده. هتعملي بيه؟ هدخل بالايميل على الفيس اشوف البروفايل بتاعها وابعت لها طلب صداقه، بعد كده ابعت لها رساله رجاء قبول الصداقه. يا بنت الاله بلوبه، اصل انا ماليش في الفيسبوك ده خالص. يا راجل ده انت هتبسط قوي، ده شقت منه اسهل بكتير من العياده. اهي لقيتها، بص، كاتبه اسمها غدر الزمان، خريجه كليه ألسن قسم ترجمه، مش حاطه صور لنفسها، كل الصور لمي عز الدين وسمر بتاعه العشق الممنوع واحمد فهمي وامه. وامه؟ وهنجيبها ازاي وايما؟ عادي، نبعت لها هاي ونشوف هترد ولا لا. هاي ايه؟ احنا لسه هنتعرف، مفيش وقت. طب عندك حل تاني؟ مش هي كاتبه ان هي خريجه ألسن قسم ترجمه وعندها 22 سنه؟ يعني ممكن تبقى اتخرجت ولسه ما اشتغلتش. ممكن. عايزك تبعت لها ميل كانه جاي من شركه او من مكتب بيدور على مترجمين، وتسيبي فيه رقم تليفوني. ساعتين بالظبط وهتلاقيها بتكلمني على التليفون. حلاوتك يا عم نودو يا نصاب. لبنى، مش عايزه امد ايدي عليكي. ماشي. وبالنسبه لسهام، بكره في درس دين في جامع في 6 اكتوبر، فلنبدا على بركه الله يا اخي. اللهم اغفر لنا. امين. اللهم ارحمنا. امين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. امين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. امين. اللهم في حاجة حضرتك؟ أمين. أسفة، معلش أنا أسفة، أصلا يعني معرفش إزاي اندمجت كده، أصلا دي أول مرة أحضر درس بعد الصلاة يبقى مؤثر كده. لا ولا يهمك، المهم أنت مواظبة على الدروس؟ الحمد لله. هي الحصة بكام؟ حصة؟ يعني ولا هو باكج ولا إيه؟ أنا مش فاهمة حضرتك بتتكلمي عن إيه. أعذريني. أنا أسفة برضو، لأن أصلا دايما بحضر دروس عند واحدة صاحبتنا مش في الجامعة، دي أول مرة. ربنا يزيدك من هنا. صلاة الجنازة بتعرفي تصليها ولا أقولك تصليها إزاي؟ دي ثوابها كبير جدا عند ربنا. أنا بعون الله ما فيش صلاة ما بعرفش أصليها. الله الله أكبر. الله أكبر. أختك في الله لبنى. وأنا سهام، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. عايزة أشوفك بقى على طول وتنتظمي في الدروس إن شاء الله. هصلي صلاة استخارة وأشوف إذا كنت هاجي تاني ولا لأ، أصلا ما بخدتيش خطوة إلا لما بصلي الاستخارة، بس أنا متدينة جدا. ربنا يزيدك يا رب، ان شاء الله اشوفك على خير ان شاء الله. انت ماشيه ازاي؟ انا هاخد تاكسي لحد البيت، اصل انا ساكنه هنا في اكتوبر. طب ليه؟ ما انا اوصلك، اخويا مستنيني بره ومعاه العربيه، وعلى فكره متدين جدا زي. ربنا يخليك يا رب، بس مفيش داعي تتعبي نفسك، انا هروح على طول. لا ابدا، ده انا حبيتك في الله حب هستيري، وبعدين اقول لربنا ايه لما اموت لو سبتك من غير ما اوصلك. انت دمك زي العسل على فكره. شكرا. لا ايه ده، خلاص هخليكي توصليني. يلا بينا، هاجي معاكي. يلا اتفضلي. يا من القبور المال قد اقتسم. الله، قد ايه اسلوبه سهل وبسيط. انت بتقول فيها بيدخل القلب من غير استئذان، على راي نانسي عجر. لو سمحت ممكن تقفل الراجل اللي بيصرخ ده، بجد بسمع صوته بتعصب. انا اسف، بس انا بجد ضد الترهيب في الدين. عندك حق، هو اوقات كتيره قوي بيهرج في الدين فعلا. بيهرج ايه؟ بتقول لك ترهيب ترهيب. انت مش عارف يا علي قد ايه انا ارتحت لاخت سهام. انت كمان اتعرفتي على اخت سهام؟
طب ما جاتش معانا ليه يا جماعه؟ اخوكي دمه خفيف قوي زي كلامنا على فكره. لا دمه خفيف ايه، ده متدين جدا. وايه المشكله يعني؟ هو لازم عشان يبقى متدين يبقى دمه تقيل؟ ما ممكن يبقى متدين بس دمه خفيف. ولا انتوا تبع جماعه ولا ايه؟ احنا ان شاء الله داعش. ايه؟ ان شاء الله داعش جماعتنا هي اللي هتقفلها باذن الله، بس بالدين مش بالعنف. ربنا ينصرنا ان شاء الله. الله خبت امك. متشكره قوي يا جماعه بجد تعبتكم معايا. انت معاكي نمرتي بقى، عايزين نشوفك. كنت لسه هقول لك. طب انتوا وراكم ايه بكره؟ ولا حاجه، هنصلي الفجر وبعدين الظهر وبعدين المغرب. العصر وبعدين نصلي المغرب والعشاء ونصلي التراويح وننام. تراويح؟ ايه فاتتنا؟ لا من 3 شهور بس، حاجة بسيطة. معلش اصل علي كان مسافر في رمضان فبيصليهم قضاء. ارحموني من خفة دمكم مش كده. بنهزر معاكي يا سيام، انت كل حاجة تاخديها بجد كده. خلاص يا ستي، لو ما عندكوش مانع يا ريت تشرفونا بكرة على الغدا. انا اهلي عاده بيحبوا يتعرفوا على اصحابي الجداد، فبالمره تتعرفوا عليهم وناكل عيش وملح. والله فكره هايله بصراحه. خلاص بكره ان شاء الله هستناكم، هبقى اكلمك ان شاء الله يا لبنى بلغك الساعه كام ان شاء الله. باي باي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع ان ادائك اوفر انما البنت نازله مبسوطه، سبحان الله غريبه. انا برضو اللي اوفر ولا انت؟ كل حاجه متدين متدين، لما البنت هتقول علينا محدثين دين. يا عم اجري، عمال تبص في الدواسه طول الطريق، قال ايه بتغض البصر لما كنا هنتقلب بالعربيه 60 مره. طب اخراسي بقى، ان شاء الله عزومه بكره البنت دي هتقع. هنطلع لفين دلوقتي؟ استبر اما اشوف الجدول. من 4-6 حاره العو. حاره العو ماشي. All eyes on us. صباح الفل يا ميحة. ايه يا سقط؟ لمينا لك الايراد كله 7000 جنيه. كله دفع ولا حد في ثانية؟ سيد كوجي دفع وطرزان دفع وولاد ابو حسين دفع ومصات شامبر وطه المراسي ومين تاني يوم؟ وشلب العبيط وعطوة اللبان وابو مازن وابو فارس وابو رامز. ام عبير دفعت؟ اي المرة دي بقى ما كانتش عايزة تدفع. سبتوها؟ خدنا عبير راه. هايل هايل هايل. ممتاز المكان ممتاز. ايه ده لبنى؟ حاجه غريبه قوي فقدت في الصوره. لا ما تقلقش يا مستر دانا. عشان كده. طيب احنا عايزين في الاول نستعرض المكان كله باطفاله الجميله بالحاره المصريه الاصيله، وبعد كده ندخل على الحوار. ماشي يا ريس. ولا صاد؟ ايوه يا رئيسه. سمعت ان في حد هنا بيتقال يا ريس غيري؟ ده لا عاش ولا جاش وهيتعمل معاك جلاش يا رئيسه. وسمعت ان في حد دخل المنطقه هنا من غير اذن مني؟ ده لا كان ولا مان يا رئيسه. جرايم وطن منك ليها، فاكرين نفسكم ايه؟ داخلين كارفور المعادي؟ والله يا فندم احنا كل الموضوع ما قالولكش ان المنطقه هنا ليها كبيره؟ ما عندكش جوجل تخش عليه؟ جوجل؟ خش كده اعمل لي شيرش على الجريمه والاجرام، القنابل والالغام او الجميله والاجسام. مش هطلع لك النتيجه واحده. سميحه العاو. يا فندم ده حضرتك اشهر من ناي على العالم، ده احنا جايين عشانك اصلا يا كبيره. كبيره في البنطلون. يا سميحه هانم ثانيه واحده، اديني 3 دقايق وهشرح لك كل حاجه. كنزك ايه؟ كنز ايه يا فندم؟ اتنين كنز عينا بسرعه. لا مؤاخذه مش فاهمه يعني ايه بتطلع في التلفزيون. حضرتك انا بس اللي بطلع في التلفزيون. هو حضرتك ما بتتفرجيش على برامج او سينما؟ ازاي بقى؟ ده الدنيا سيما بطبيعتها كلها افلام. بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام. سقط اخويا اصله شاعر. لا بسم الله ما شاء الله موهوب فعلا. اسمه ايه معلش؟ السقط. السقط واللقط اخواتي ومتربيين معايا. هلو انا بقى مذيعه والاستاذ علي المخرج. واحنا جايين النهارده مخصوص عشانك يا كبيره، عايزين نعمل لك حلقه عن قصه حياتك. موري احاول ابسطها لك يا فندم. حضرتك شفت الجزيره؟ بتاع الاخبار في الشنك. لا قصدي فيلم الجزيره بتاع احمد السقا، كان بيتكلم عن قصه حياه حقيقيه لبطل اسمه منصور الحفني، شخصيه محترمه جدا ما تتغيرش عنها. لا لا مؤاخذه ما خدش بالي، ما اتفرجش غير على الشحات مبروك. الاستاذ علي عايز يوصله لحضرتك ان حضرتك خساره وحرام ان قصه حياتك ما تتعملش برنامج او فيلم، عشان كده احنا هنا. عايزين تبتدوا امتى؟
انت صاحبي ولا رافع. لا 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 لو ما ردتش اعتباري لا وما ردتش اعتباري لو حقيقي كنت صاحبي لو حقيقي كنت صاحبي هاتلي حقي وخدلي طاري يا حبيب يا حبيب يا صاحبي خلاص ابعد عني ابعد عني اعمل معروف اعمل معروف يا صاحبي خلاص ابعد عني والنبي تبعد عني يا روحي تبعد عني والنبي تبعد عني يوه يوه يا روحي تبعد عني يا صاحبي تبعد عني ايش تديني رنة ايش تديني رنة تلاقي الدنيا جنة تلاقي اللعمة فتح تلاقي اللعمة فتح والنخلص أمو ايوه ها ايه الاخبار عندك انا في الكباري اهو هي خلاص قربت تخلص هتكلم معاها لما تفضى قولي انت جهزت العياده العياده جاهزه تمام وانا بغير اليافطه رني لي بس وانت جاي طيب اوكي باي باي سلام حلو قوي الكلام ده عموما انا ما عنديش اي مانع بس الفلوس قليله قوي فلوس فلوس ايه السبيج يعني يا ريت تهزيها شويه وانا عينيا الاثنين ليكي حضرتك ما بتعرفش تقرا صح بصراحه ما بعرفش بس ما رضيتش اكسفي طب حلو قوي هات العقد بقى ده عقد احتكار لمده 6 شهور هناخد بنتك شكريا ونعلمها رقص ونمرنها وننزلها ترقص في حفلات وافراح لاهم واكبر ناس في البلد انا بنتي ما تشتغلش رقاصه ليه يا استاذ بخيت ده رقص بيكسب جدا بعدين احنا هنخليها لك اكبر رقاصه في مصر انتوا مين بقى لمؤاخذه احنا شركه اسمها دانس وذ ذا ديفل الراقصه الحائره مهمتنا ان احنا ندور على الرقاصات الموهوبه المدفونين هنا في الحته المعفنه دي قوم يا بنت شوف شغلك يلا ايه المحل شطب ولا ايه انا بنتي ما بتشتغلش الا معانا وتحت عينينا طب ما هي هتفضل معاك وحضرتك بس تحت اشرافنا بعدين زي ما احنا بنكسب من وراها انتوا كمان هتكسبوا زي اللي كنتوا بتكسبوه وقت يا حبيبتي يا بنتي ده انا طول الليل ادعي لها واقول يا رب ارزقها برزق صافينور لا ومش بس كده ده ممكن كمان السبكي يشوفها وياخدها في افلام ما اقولكش اسفاف بس ولا مؤاخذه بقى انتوا ايه مصلحتكم في كده احنا هناخد نسبه صغيره من المكسب وده مقابل طبعا ان احنا هنجيب لها لبس كتير ونجيب لها حد جامد يدربها لغايه ما تتمكن وتبقى رقاصه جامده ده طبعا بعد ما نحميها وده مين بقى اللي هيدربها عموما احنا عارفين السوق كله فتحي زلزال لا سالم مراجيح لا بطه حزو برضه لا امال مين بقى بحبكوا قوي خمسة موا خمسة هوا نيو خمسة يلا بقى ايوه بقى اموا مستر كوكو ده الاستاذ بخيت والمدام وبنتهم شكريا تورتا اللي قلت لحضرتك عليها ده مستر كوكو مدرب الرقص اهلا وسهلا بخيت تورتا والعائلة ما اسموش تورتا ده اسم الشهرة كناية عن الحلويات حلويات محتاجين نشتغل شوية على الأرداف ونشتغل كمان في شغل كتير يا لبنى ها انت
تحبي نشتغل من امتى؟ من دلوقتي لو حبيت. اوكي اتفضلوا استنوني برا على ما اتكلم معاها شويه. لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا رجلينا على رجليها. انا مش فاضي للدلع ده يا لبنى، اشوف لكم حد غيري. لا سي فرنسي. لا لا طالما لي سي فرنسي يبقى انتوا كده ضايقتوه. سوري يا مستر كوكو، احنا سيم ده شرف لينا نتعامل مع حضرتك. ما ينفعش اللي هو بيقوله ده. لا ما ينفعش. ايه انت هتطير مننا السبوبه ولا ايه؟ ده احسن مدرب في مصر، ده اللي هيخليكوا فوق. ده لو بعتها تتدرب مع جوزيه مش هيعمل فينا كده. معلش هدي نفسك شويه. ايه ده؟ خلاص انا ما عنديش مانع ندربها، بس مش هنا، عندي في البيت. خلاص اوكي انا هتصرف في الموضوع ده. اتفضل معانا. تيك يور تايم مستر كوكو. اتفضلي يا مدام. اوكي مبدئيا كده انت تنسي شكريا ده خالص. من النهارده انت اسمك شاكي نار. وش معنى شاكي نار يعني؟ عشان في شاكي ناز وفي صافي نار والاثنين محجوزين، وبعدين هو في رقاصه محترمه يبقى اسمها تورته. هو في راجل محترم اسمه كوكو؟ ده مش كويس خالص، غلط. اوكي شاكي نار يلا يلا نبدا الشغل على طول. يلا يلا يلا. تسلم ايدك يا دكتوره سندس، تعبه نفسك والله. انا هتجه للجامعه بقى يا دكتور جلال. هحصلك في غضون 10 دقايق. مع الف سلامه. مع السلامه. فلتذهبي الى الجحيم. تقول حاجه؟ لا بقول فلتذهبي الى الجحيم. بقول لك ايه؟ هو مال دكتوره سندس لابسه لي وش الكلب كده ليه على الصبح؟ علي الدكتورة سندس بلغتني ان انت دخلت دورة المياه الصبح، يعني عشان تلبي نداء الطبيعة. حقك محدش قال حاجة خالص، لكن لم يخطر ببالك وانت خارج انك تشد السفون. ايه القرف ده يالا؟ اكيد ما خدتش بالي، يعني مش معفن انا للدرجة دي. الو ايوه احنا مكتب الفا للترجمة. مظبوط كنا طالبين مترجمين. طب ممكن لحظة واحدة اخد البيانات؟ ايوه اتفضلي. سهى عبدون. سهى عبدون. سهى 22 سنة. ايوه. ألسن دفعة كام؟ دفعة طبعا في مقابلة يناسب حضرتك النهاردة؟ تمام قوي. اوكي الساعة 12 كويس. ماشي مع السلامة. مع السلامة. لو عايز هاخدها أنا معايا. فين؟ مش قلت لك 12؟ ما انا بكلمها 100 مره قدامك اهو تليفونها مقفول. وبعدين في البيت دي. طب يلا يلا لسه هنروح لسهام ونغير ونشيك. يلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماما بابا لبنى وعلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش يا طنط، اصل علي ما بيسلمش على ستات ولا رجاله. نعم. مش قلت لحضرتك قد ايه دمهم خفيف قبل ما يجوا؟ قوي قوي قوي. اتفضل يا طنط، دول شويه تمر من المدينه. ودي ميه زمزم. متشكرين يا ابني. متشكرين. اتفضل اتفضل. بص قدامك عادي هتقع على وشك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اقعدي يا بنتي اقعدي. يا اهلا وسهلا. والله الحقيقه انا معجب قوي بجو الحج اللي انتوا عاملينه. طب
اقصد حضرتك يعني عشان التمور وميه زمزم وكده. اصل احنا من ساعه ما جانا من الحج واحنا متعلقين بيه بطريقه غريبه. ما شاء الله، انت كنت في الحج قريب؟ احنا بفضل الله لازم نحج كل رمضان. كل ايه يا استاذ؟ ايه يعني انت على طول كده بتحب تهزر؟ كل رمضان ايه بس؟ لا احنا رمضان ورمضان. ده انتوا عسل خالص الحقيقه. سهام من امبارح ما بطلتش كلام عند المجمل خفيف والله. القلوب عند بعضها يا انكل. تحبوا تشربوا ايه؟ لا جزاك الله كل خير، احنا الحمد لله صايمين. مين دول؟ احنا صايمين. صايمين؟ صايمين النهارده؟ اه الحمد لله، مش النهارده الجمعه؟ لا ده انت رهيب اكتشاف والله. يا علي تموت في الهزار ده، انا هتجن منك. لا احنا متعودين نصوم اثنين وثلاث. ربنا يتقبل ان شاء الله. والله احنا كنا عايزينكم تتغدوا معانا النهارده. عموما اعتبروا البيت بيتكم، احنا نتغدى جنبكم هنا ونرجع لكم على طول. اهلا وسهلا. طيب بعد اذنك. كان لازم تقول صايمين؟ مش قادره. بقول لك ايه؟ الست مش لابسه حجاب، ما تكونش مسيحيه. لا تلاقيها لابسه باروكه زي مدام صابرين. معلش هنستأذنكم بس خمس دقايق نغسل ايدينا ونيجي على طول بعد اذنكم. عفية. الشاي سامية. قولوا لي بقى يا ولاد، انتوا ساكنين قريب من هنا ولا بعيد عن هنا؟ اه دي سهام قالت لي ان انتوا هنا في اكتوبر. انتوا تعبانين من حاجه؟ محمد الدواء بتاعي عندك؟ مش لاقيه خالص، شوفيه عندك يا سامي. معلش اتأخرت عليكم، كنت بتوضى بس عشان الصلاة. طب خديني انا معاكي كمان نصلي جماعة. طب اتفضلي. طب بقول لك ايه يا ابني، تعالى نصلي العصر جماعة كده ان شاء الله مع بعض، وبعد كده نتسلى كده نلعب لنا عشرتين طاولة. حرام. طب شطرنج؟ حرام. ايه اللي حرام؟ مش الشطرنج ده اصنام؟ احنا هنعبدهم؟ ده احنا بنلعب بيهم يعني بنهزقهم. وبعدين ما ينفعش يا ابني تحلل وتحرم كده على كيفك، لا الدنيا ابسط من كده بكتير قوي. ليك في البوكر؟ مش شايفه انه بدري قوي يا لبنى على الكلام اللي انت بتكلميه لي دلوقتي ده؟ ولا بدري ولا حاجه، ده احنا من ساعه ما روحنا امبارح وعلي ما بطلش كلام الا في سيرتك. انا عمري ما شفت اخويا كده. بس انا برضو عمري ما شفت اخوكي الا امبارح. يا ستي خير البر عاجله، واحنا داخلين البيت من بابه. بصراحه انا عايزه افرح بيكوا قبل ما اموت. ايه الافوره دي يا لبنى؟ بصي اخوكي بصراحه شاب محترم جدا وكمان دمه خفيف، بس في نفس الوقت عنده سن التعصب كده وتعقيد للدين انا بصراحه ما بحبهاش. انا طبعا نفسي اتجوز راجل متدين ويعاملني بالحسنى ويبقى بيعرف ربنا، بس في نفس الوقت نفسي يبقى فاكك وبيعرف يتبسط. وانا بصراحه مش حاسه ناحيه اخوكي باي حاجه. يعني ده اخر كلام عندك يا سهام؟ عشان ابقى عملت اللي عليا، انا هصلي صلاه استخاره النهارده هرد عليكي. ما تنشف يا. يلا 3-2-1 اكشن. معلش يا اسطى ثواني ثواني، احنا مش جهلة، بتتقال 1-2-3. ما هي بتتقال كده يا استاذ ملقط. صح يا جاهل، هو بيقولها من الشمال لليمين عشان بيتكلم اجنبي. اتفضل اكشن. الاسطوره سميحه العوم، علاقتك ايه بالبلطجيه اللي في المناطق التانيه؟ والله احنا هنا كلنا بنحب بعضينا ودايما على اتصال، ولو اي حد بيطلع طلعه جديده بكون اول حد باركله. طيب مش محضره حاجه لرمضان؟ لا ما بحبش اتكلم على اي طلعه جديده قبل ما تحصل. بس احنا سامعين ترشيحات. لا ده كلام بس، بس لو في حاجه مؤكده هتكون اول ناس تعرفها.
طيب عايزين نعرف حبة تشتغلي مع مين من البلطجية الكبار اللي لسه ما اشتغلتيش معاهم؟ والله كلهم حبايبي يعني ما فيش بس غير بحة لعور هو اللي في بيني وبينه مشاكل بس هنحط عليه قرايه. تحطي عليه؟ يعني ثقة في الله نعلم عليه. ندخل بقى في الأسئلة المهمة يا أستاذة لبنى. الحب في حياة سميحة لعور. الحب؟ يعني أنت شايف إن في رجالة؟ يعني نسمة وتناسم كده جوزنا الخيل الموزعين إخواتي دول ينفعوا رجالة؟ معلش يا كونتيسة سأليني أنا في الحب سميحة أختي مش حساسة. سميحة حشاشة. طيب الأستاذ السقط كلمني أنت عن الحب. البت اللي أنا حبيتها يخرب بيتها ما حبتنيش. دي القطة اللي أنا ربيتها لما رميتها ما نسيتنيش. وعجبي والله ولا عبد الرحيم القرموطي. اسمه عبد الرحمن الأبنودي. لا عبد الرحيم القرموطي ده الجزار اللي تحتينا ده ملحم ده هو اللي بيلحم لي الكلام بتاعي. طب سيبك من إخواتي العيل الطري اللي معاكي ده لا مؤاخذة يشبعك يملى عينك يعني. طب كفايه كده بقى النهارده. احسن برضك انا كده كده رايح اجهز عندي خناقه مهمه هتبتدي بالليل. حوالين نفسنا نتلفت وندور على حد تبعنا الصحاب وقعدت وما وفت وغضروبه ما عادش يوجعنا. ما تكترش معايا وما تعمل لكش حكايه اصلا انا مش حبيبك وحياه ربنا ما هسيبك. الكلام مفيش اكتر منه والصغير كبر سنه اللي من شهرين كان عيل بقت الدنيا بتخاف منه. يا معلم لو عايز تتعلم تعال عندنا وتعلم بس اوعى في يوم يا معلم تعمل علينا معلم عشان احنا اللي علمناك. ايه الهبل ده خناقه في الجاهليه. يلا بينا نمشي كده كده شكلها مفيش امل من الست دي. ليه بس انت مش شايفاها قالت عليا ايه تتريق عليا يا شبع دنيا سمير غانم في الفرح وانت برضو عاملي فيها مجنص وعمال تعملي ايه لبنى انا مش طايقك دلوقتي. مستر علي البليزر مش بتاعي انا اقصد ان انا عايزاك تخشلنا عشان البت خشنه. اتاري قتيل وماشي في جنازته قوم لما جينا سالناه قال انا لا شفته ولا لمسته. بس الهبابه الهبابه بقه نونو قد حق قالوا كبدة قال سجق قلبه كان عمال يدق. تمال امك يا ينفع كده يا كبيرة الدايركتور بتاعنا يتضرب وهو بيدافع عن اخوكي ده احنا حتى في منطقتك عايزين لعيبة حرين. لا كله اللي اتضربت. ادي جازات اللي اتعدى على ضيوف سميحة العاو. حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. ايه ده في راسك كده؟ امال انا بعمل ايه؟ انت بتهببي بتنيلي بتزفتي. والله هو ده اللي انا بعرف اعمله. اسمعيني كويس يا شاكي نار خلي ودانك مع الطبله تمشي معاها تقفي معاها ان ضحكت وسطك يضحك يزغرط يفرح معاها. ونزعلت ووسطك يزعل معاها يبكي كده. ايوه انا شفت الفيلم ده قبل كده. مش ده بتاع نبيل عبيد والجدع اللي اسمه السادات. سادات؟ السادات اللي بيغني مع فيفتشي. بقى الاسطوره احمد زكي هيغني مع فيفتي يا جهله. بطلي العك اللي بتعملي ده وركزي في الرقص. يلا ركز معايا بس انت يا استاذ كوكو. شكريه تورته تهز جبال بس انت غني وقول موال ما تغني. انت اتخبلتي في دماغك ولا ايه؟ انا غني الطبله اهم من الغنى اهم من الرقاصه ذات نفسها. طيب انا ماشيه وبوريني بقى الطبله هترقص مين. مش كوكو اللي اتهدد يا تورته. مش كوكو اللي اتهدد. شكريا تورته تهز جبال بس انت غني وقول موال. شكريا تورته تهز جبال بس انت غني وقول موال.
شكرية تورتة شكرية تورتة. هايل هايل يا شوشو هايل مش ممكن بصراحة. ما انت حلوة اهو. يلا يلا ترتاحي شوية. بس انا ما تعبتش. لا احنا لسه في فترة الاعداد مش عايز ازود في الاحمال عشان العضلات ما تشدش معايا. خلاص زي ما انت شايف يا استاذ. ما تقوليليش استاذ قوليلي علي على طول. مين علي؟ علي مين؟ انا ما قلتش علي. انا قلتلك قوليلي كوكو على طول. بس يمكن عشان الاسمين فيهم نفس الحروف انت سمعتيها غلط. تعالي ناخد بريك. قوليلي يا شكرية ما فكرتيش تتجوزي؟ نفسي. يعني لو تقدم لك حد توافق بيه؟ أوافق بس المشكلة مش فيا. اتقدم لي أكتر من حد وبهدلوه عشان بيكسبوا من وراي. وهم ليه بيتحكموا فيكي كده؟ ما تهربي. ده أنا مضيه لهم على كمبيالات توديني في 60 داهية. وإزاي أبوكي مضيكي لحاجة كده؟ ده مش أبويا ده جوز أمي. وأمي مسكتاله؟ دي مش أمي دي مرات أبويا. أنا مش فاهم حاجة بصراحة. الراجل اللي أنت شفته ده كان متجوز أمي، والست اللي أنت شفتها دي كانت متجوزة أبويا، أبويا وأمي ماتوا، جوز أمي ومرات أبويا اتجوزوا. إيه العك ده يا شكرية؟ مش بقولك لازم اللي اتجوزه ده يبقى ذكر يحميني منهم. حد زي كده؟ بقولك ذكر ويحميني منهم. وانت زي اختي الكبيره يا كوكو. اختك الكبيره؟ ماشي يا شكرية انا همشي. قفلت من كل حته. انا مش عارف اعمل ايه. انا كنت فاكر ان الموضوع هيبقى اسهل من كده. بصي انا اكلم ابويا واقول له ان انا فشلت. لا لا اوعى تقول كده ده احنا لسه في الاول. بعدين دخلت مهند اللي انت دخلتها دي ما تاكلش مع الاشكال البيئه دي ولا اي حاجه هتجيب معاهم على فكره. لا 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 يا علي لا 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 انت كده غلط. لازم تشوف داخله لكل واحده وتخش لها منها. مش عارفه لبنى بس يعني حاسه ان دي في الاول كنت بتقولي لي مستر علي بعد كده بقيت عم علي بعد كده بقيت لولو. انا خايف المره الجايه تندهي لي باسم امي. لا لا قلت فك بس كده معانا. يا لبنى قلتلك اوعي تنسي نفسك كنت بتتكلمي معايا. اوكي يا مستر تنساش بكره ميعاد مع سهام في دار الايتام. اسكوز مي. الو على الواتساب. لا ابدا بس كان في ميعاد شغل بيننا وانت ما جيتيش فحبيت اطمن بس. ميعاد شغل ايه يا نصاب؟ انا سالت في الدليل ما لقيتش اي مكتب بالاسم ده. انت مين وعايز مني ايه؟ بصي انا هفهمك على كل حاجه بس يا ريت بس ان احنا نتقابل عشان اشرح لك على كل حاجه. انت مجنون؟ انت مين اصلا علشان اقابلك؟ ولو ما قلتليش حالا انت عايز مني ايه انا هبلغ البوليس. يا ستي لا بوليس ولا حاجه. بصراحه انا شفتك قبل كده ومن يوميها وانا هموت واتعرف عليكي. شفتني فين؟ شفتك في وانت بتسحبي الملف بتاعك من كليه ألسن. جبت الايميل بتاعي منين؟ الايميل جبته من واحد صاحبي في شؤون الطلبه. انت عايز ايه دلوقتي؟ نفسي بس تديني فرصه ان احنا نتقابل. صدقيني مش هتندمي. انا مش هنا انا في سهر حشيش مع اهلي. طب ممكن تديني فرصه نتكلم شويه في التليفون؟ في حاجات مهمه قوي عايز اقولك عليها. انت اسمك ايه؟ جحش. علي الجحش. تسلم ايدك يا لبنى على القهوة جاية في وقتها. الهنا والشفا حبيبي. ربنا يا رب يرزقنا أجر زيارة الملجأ دي. ده رسول عليه الصلاة والسلام قال. عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين كمان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فأما اليتيم فلا تقهر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يلا يا علي، عايزك تاخد المشوار ده في 5 دقايق، عايز الحق اقعد مع الاولاد من اول اليوم. ليه بس كده؟ واحده واحده يا مستعجل على التلقل. صدق الله العظيم. كنت بتقول حاجه يا استاذ علي؟ سهام، الاستخاره ايه؟ هبقى اقول لك لما نوصل. حمد ونام. تعالي اركبي ورايا نروح لبر الامان. ثقي فيا واشربي اللبن ده. تعالي تعالي ما تخافيش. ما تيجي 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 يا هوا، عشان يا هوا انا قلبي استوى. ايدك في ايدي نعمر الدنيا. الجوكن خلص يا اسطى. طب يلا بسرعه، دي بتنام تاني. يلا. ايه ده مستر علي؟ بكسرك باين. ما الحصان فشخلي البنطلون. انا مين؟ ايوه شكينا يا ريس. السلام عليكم يا رجاله. الواد بتاع الحصان اخد منك كام؟ لاف مني 200 جنيه ابن الحراميه في ال5 دقايق دول، ده غير البنطلون اللي اتفتح. كان شكلك بيئه الصراحه. بلدي. طب يلا صحيح عشان وصلنا. سهام 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 سهام، انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ باين كده بس مش فاكره اي حاجه من الحلم. لا وحياه امك افتكر. ايه؟ اقصد بس افتكر الحلم عشان ممكن يطلع رؤيه. كان لابس ابيض فابيض. يا الله يا الله، الابيض في الحلم خير. وكان بيقول لي تعالي ما تخافيش. تبارك الله. وكان ماسك في ايده فاس. كان ماسك في ايده فاس بيزرع في الارض، وقال لي تعالي نعمر الدنيا. الله اكبر الله اكبر، الفاس في الحلم رزق. وادالي كوبايه لبن وقال لي خدي اشربي دي. لا اله الا الله، ده اللبن في الحلم غذا. ولسه بتشكي؟ دي رسالة من الله. مبروك يا مرات اخويا. كما ناقشت معكم في المحاضرات السابقة الأبحاث والنظريات للباحثين والعلماء، أبسط لكم الموضوع. حيوان مثل الزرافة عظيمة الشأن، طويلة القامة، مع ذلك من الممكن فأر صغير يزعجها ويقلق راحتها. عندك حق يا دكتور، والله أنا ليا عيل صاحب قصير بس حير. ما المانع من أن يكون قصيراً أو صغيراً ومحيراً؟ بس يا حير يا حير يعني. يا حير يا حير. مثال آخر، أيوجد صدراً أكبر من صدر البقرة ومع ذلك تبتسم بالغباء؟ تم وصول العذر. مش وقت. بص، مفاجاتك السخيفه لا تنتهي. يا ترى جايب لي ايه المره دي؟ البيت حصل له حاجه؟ البيت زي العسل. امال ازاي تجرؤ تجيلي هذا الصرح العظيم بهذا الشكل الغريب؟ غريب ايه يا عم، انا جاي لك سكران. انت مش شايف الزبيبه ولا ايه؟ انا زنقت في حوار كده بس، فمحتاجك معايا. خير؟ بس قبل ما اقول لك وتقولي لا اقعد اتحايل عليك والوقت يضيع، هسمعك حاجه كده عشان تجيب من الاخر. بدات استشعر القلق. يعني انت عايز مني ايه دلوقتي؟ يلا بقى يلا بقى، مش قادر. ابعتي له صورة الولد يا عسل.
وبعدين معاك انا عايزك تقلعي اللبسه وتتصوري لي صوره سيلفي ملط. يا قليل الادب يا سافل. دنا. لا مش انت دنا، ده ابلكيشن على الموبايل بيغير صوت اي حد لاي حد. ويا ترى مين الاخت عزه؟ ده انا برضو. عجبتك؟ اه يا اكثر من رأت عيني، انت تخطيت حدود التهريج بسنوات ضوئيه. تخيل بقى لما الدكتوره سندس تسمع المكالمه دي، او الطلبه اللي جوه دول يشوفوا مثلهم الاعلى في هذا الوضع المشين. اراك تبتزني، هتخش في حوارات كتير. انا ما بحبش الحوارات. شكلك بتعشق الحوارات. انا لا طايقك ولا طايق الحوارات. انا عايزك في كام مشوار، هتيجي معايا ولا دول شر؟ علي يلا نلحق بالزحمه. يلا ناخد صوره سيلفي بمناسبه انتهاء البرنامج. كله يقول بطيخ بطيخ بطيخ. أنا جيت يا حرة ما فيهاش رجل واحد. مين ده يا كبيرة؟ أنا عارفة البلاوي دي بتتحدف علينا منين. معلش سوري في اللي هقوله ده، لو فيكوا راجل ولابس عندروير ينزل لي. يا حرة متعفنة نتنة نجسة. ولا استني انت يا كبيرة، اصبري الطلعة دي. انت ايه اللي جابك؟ أنا جاي أمس. المسا ما ينفعش من أهل الخشب. ها اقول ايه؟ اكيد جاي تخلص حق الواد اللي اتضرب في الحاره. لا انا جاي اخد حق الواد اللي اتضرب في الحاره بايدي دي لوحدي. ده انت قلبك ميت بقى. اه انا قلبي ميت بقى. سوري برها تليفون. ايه يا دكتوره سندس، انا في محاضره مش وقت اكل. طيب لو بسله يبقى من غير جزر. محمد رسول الله. انا الدكتور جلال يا حارة شمال. لو انت دكتور في البلطجة فاحنا اللي بدعنا المعركة. حلو كلام ضعيف. ماشي يبقى الخناقة راجل لراجل وانا اللي هحط عليك. لا سيبولي. سيبي انت معلمة دي راجل لراجل. على الحرام ما حد معلم عليه غيري. همشي والمصحف همشي. لمؤاخذة معلمة انت كده بتصغريني عشان انا سبب الخناقة. ماشي زي بعض. ما قالك راجل لراجل. وبعدين انا تربيتي ما تسمحليش ان انا اتخانق مع واحده مش محترمه زيي. تغلط فيا عديها، لكن تغلط في سميحه ما عديهاش. سميحه مين؟ الله اكبر، الراجل اخذ رصاصه في دماغه طلعت من صدره. قتلته ليه؟ الراجل ما عملش حاجه. غلط فيكي، لو انت تقبليها على نفسك انا ما اقبلهاش. غلط فيك، مين قال لي مش محترمه؟ ما انا فعلا مش محترمه بالنسبه لك، لكن بالنسبة لي أنا أنت أجدع وأصيع وأفتك إنسانة محترمة أنا شفتها في حياتي. إنسان ضعيف. هو راح فين؟ في أي مصيبة تاخده. لا ده السطو الرجاله خدوا الجثه يتوها في اي حته. منكم لله يا وباش، ده انا كنت قاب قوسين او ادنى من ان ادفن حيا يا اخوالنا. ما خلاص بقى يا عمو احمد الحياه، خلصت روحك. وبعدين احب ابشرك هانت خلاص مره كمان وخلاص. مستحيل. شوف انا بقول لك ايه، مستحيل. فانا لن ابرح مكاني مهما كانت الاسباب، وكفاية اللي سببتهولي من أضرار نفسية وعصبية وبدنية. يا عم اسمعني، كل الموضوع لحالك. سيب لنا الطلعة دي يا برنس، فلتنصت إلي يا سيدي. أمري علي الحرام من ديني، إن لم تأتي معنا سوف أخلع ملابسي كاملة وأنام بسريرك حتى تعود زوجتك الكريمة وتراني في هذا الوضع. سفلة. شكرية تورتة تهز جبال، بس انت غني وقول موال. شكرية تورتة تهز جبال، بس انت غني وقول موال. شكرية تورتة تهز جبال، بس انت غني وقول موال. ايوه يلا اتفضل يا شيخ راجع، نورت الدنيا كلها. الله بالخير والله. يعني هي دي بقى شكرية يا شيخ راجع. وين؟ جميلة جدا، ممتاز. ما شاء الله تبارك الله، زينة والله زينة. ايه ايه ده؟ مين قال لكم تخشوا عليا؟ انا مش مانع اي حد يحضر التمرين. ما تهمل بقى يا عم جوزيه. استنى يا استاذ كوكو، ده احنا جايين لك وجايبين لك الخير معانا. الشيخ راجع عايز شكريه في حفله خاصه معاه وبدفع ليه طبغونه.
نقول 10,000 دولار؟ مش هننساك يا اخويا. انا عايز افهم يعني هي بيع وشروة؟ دي بني ادمة. 20,000 دولار و30 ناقة حمراء. ايش قولك؟ ايش قولوا ايه؟ موافق طبعا. طبعا مش موافق. اطلع برا. اطلع برا. برا يا وحش. برا يا مجنون. انا يا طول ده مش هسيبه. مش هسيبك. وكمان محجب. اطلع برا يا غيرة. عايز بتعمل ايه؟ يا سافل. حرام عليك. بترجع ليه؟ بترجع ليه؟ اروح ازاي؟ يكون في علمكم شكرا يا ماضيه معايا عقد احتكار. يعني طول الفتره دي هي ملزومه مني انا، واي حد فيكم هيتعرض لها انا هسجنه. فاهمين ولا لا؟ مش عايز اشوف حد فيكم هنا خالص. يلا اطلعوا بره. بره يا زباله. ايه يا عم تجننت في ايه؟ يلا يلا معفين يا بنات تنين. يا زباله يا زباله. ان حلو انه بكره الفالنتاين، يعني انسب وقت تعرض عليهم الجواز فيه. والله انا هيطلع عين اهلي بكره، اخرج مع ثلاثه في نفس اليوم كتير. احمد ربنا ان سوره مسافر كان هيبقى اربعه. انت هتخرج معاهم في نفس المكان، بس كل واحده ميعاد مختلف. يعني مثلا سهام 6 وشكريه 8 يبقى سميحه 10. لا خلي شكريه الساعه 10 وسميحه الساعه 8، عشان شكريه دي لازقه ممكن تفضل قاعده لي خليها في الاخر. يعني سميحه هي الاول. سهام كده كام بقى؟ سهام زي ما هي، ولا اقول لك خليها في الاخر؟ سكت. ابعت لهم مسجات بالمواعيد. ها سهام 8. يلا يا لبلوبي ما تفكريش برضو. طيب يا حبيبتي انا هخرج لك حالا عشان ادخلك. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كان في حجز باسم علي الكحش. أنا فاكر حضرتك طبعاً، حضرتك لسه داخل دلوقتي. متشكر. اتفضل تمام. اتفضلي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اتفضلي هنا. شكراً. ميرسي بجد يا علي. أنا أول مرة أجي مكان ويبقى حلو قوي كده. أنا شغلتي في حياتي إن أبسطك. طب بعد إذنك هتروح فين؟ هعمل حاجة بس. حاجة إيه؟ أنا مش قلتلك إن أبسطك؟ ألو؟ أيوة شكرا. برا؟
اللي جابك؟ قصدي ايه اللي جابك دلوقتي يعني؟ طيب يا حبيبتي خارج لك على طول، مع السلامه. انت ايه اللي جابك بدري؟ مش ميعادك 10؟ من اللي كنت فضلت في البيت لحد الساعه 9 كان جوز امي جه وسك الباب وما عرفتش انزل. الحمد لله ان انا لقيتك. الحمد لله. اتفضلي. شكرا. من فضلك كان في حجز باسم كوكو. كوكو؟ ايوه يا فندم، بس الاسم ماله الاسم؟ مش حضرتك كنت لسه؟ حضرتي مش لسه خالص خالص على فكره يعني. اتفضلي. حاضر. مش عايزك تستغرب عشان لسه اجي لك تاني. شكرية. أنا شغلتي في حياتي نبصتك. باختصار أنا مفيش ورايا غيركو. غيرنا؟ غيرنا مين؟ غيركو. غيركو أنتي. أنتي ما تعرفيش إن أنتي حبيبتي وصاحبتي وأختي وكل حاجة ولا إيه؟ ها؟ معلش ثانية وهرجع لك. ايوه ميحة. ايه بره ازاي؟ انا قايل لك 8 بس 6. طيب طيب خارج لك، مع السلامه. خير بيتك يا لبنى. مساء الفل يا عوض. قشطة يا بابا. بقول لك يا ابن عمي كان في حجز. مش عارف والله. طب الاسم ايه حضرتك؟ علي الجحش. علي الجحش. كوكو علي الجحش. ايوه يا فندم. اتفضل. تشكر. اتفضل يا فندم. كده خلاص. انت عايز تقعد هنا ولا ايه؟ لا ده انا بقعدك يا كبيره، بقعدك. في يالا مالك مش على بعضك ليه؟ لا ابدا، اصل بصراحه مش مصدق اني قاعد معاكي. ساعات كلامك يا دي انت بيخليني كده استلذ. يا دي الحلاوه دي خرب بيت امك. يا دي العينين دي انت هتكح. وربنا ابدا. انا في سؤال عايز اساله لك بس بصراحه ما ترد. قول ما تخافش. هو انت عامله اي عمليات تجميل؟ تجميل؟ اصل بصراحه البشله اللي في وشك دي فيري سكسي، فشكيت يعني انك رحت لبنان وعملتيها هنا. لم ده لبنان ايه؟ العلامه دي في الزيتون بس. كانت خناقه ايه؟ مذبحه. يا ساتر. كفايه بقى كلام حلو يا انت. عمر الكلام الحلو ما يخلص طول ما انت قدامي اهو. بس الحرام يعني الشلاطين دي تتقطع. Let me play among the stars. Let me see. ثانية واحدة وهاجي لك تاني. يوه احنا ما صدقنا. ايه اللي بتهببيه ده يا متخلفة؟ انا لقيت الدنيا نايمة قلت اما هيص الدنيا شوية. هيص الدنيا؟ انت كنت فين يا كوكو؟ في الزفت الحمام. لو سمحت. ايوه قمر يا فندم. من فضلك انا عايزك تظبطني على الاخر. نزل لي ازازه شامبين من افخر الانواع. هنينا يا فندم. ميرسي ميرسي. قمر يا فندم. بتحبني يا كوكو؟ بحبك. كلمه حب دي قليله عليك قوي يا شكريا. انا بحبك قوي. وايه كمان؟ وثانيه واحده. هو في ايه النهارده؟ والنبي ثانيه واحده بس. ده ايه المصيبه دي؟ معقول يا علي كل ده؟ انا كنت همشي. معلش يا حبيبتي اصل كنت في الحمام. الشمبانيا يا فندم. ايه ده ايه ده؟ دي خمره؟ ايه اللي انت منزله ده؟ مش حضرتك قلت لي ظبطني ونزل لي شمبانيا؟ انا قلت لك كده يا حيوان؟
قلت لي لا، انا عايز اشوف فين المدير بتاعك. وريني المدير بتاعك لو سمحت. حصل خير؟ والله ابدا مش ممكن. خلاص اكيد دي غلط. احنا ناس محترمه، ما ينفعش معانا الكلام ده. من فضلك يا استاذ، من فضلك، عيب، احنا اولاد ناس. ايه يا عم كنت فين كل ده؟ كنت في الحمام. وايه اللي في نفوخك ده؟ كنت بصلي. الحمد لله الزبيبه طلعت لي وانا بصلي. صلي في الحمام؟ خلاص بقى يا سميحه، اتوضيت وبعد كده صليت. ممكن افهم بقى ملصت من البوسه ليه؟ سميحه، انا لو طول الارض تنشق وتبلعني وابقى انا وانت في اوضه واحده، يا خرابي، ده انا هعمل عمايل. انت مش عارفه انت عامله فيا يا سميحه. انت مبوظه لي هرمونات يا عو، مخلياني دايما في موسم التزاوج. انا بفكر فيك الليل والنهار. انا تعبانه سميحه، تعبان. سلامه هرموناتك. لحظه واحده ياض، مش وقت استنى ما نتجوز. لا خد بالك كده، في حاجات في طريقك تعورك. اقسم بالله اوريك حاجات عمر اهلك ما شافوك. لا قول لي يا استاذ، لا مؤاخذه يا قبر، هو الحمام منين؟ هناك كده عسلية. تعيشي يا اختي. استاذ اخلص بقى يابا. كذب. لا اوعي تفهميني غلط يا عم. ولا افهمك ده انا الغلط؟ انا راح اطش صن. نعم، اعمل بيبي ميه يعني. ايه ده؟ هو فين الانسه كانت قاعده هنا؟ في الحمام يا فندم. ايه؟ في الحمام. معلش يا جماعه، يا ريت تسمعوني. النهارده يوم مختلف عن اي يوم في حياتي، يمكن عشان اول مره احس اني حبيت البنت اللي انا بحبها. موجوده هنا النهارده، انا بطلب منها تبص تحت الكرسي اللي قاعده عليه. انا بطلب ايدك قدام كل الناس، وبعزم كل الموجودين على فرحنا يوم الجمعة الجاي في الميريدي. أنا كده ولا كده رايح، وأنت كمان هتيجي سواء بمزاجك أو غصب عنك، حتى لو وصلت إن أخطفك. بحبك. مبروك يا عريس. ايه ده مالك قافش كده ليه؟ ولا حاجه، بس سوها جايه النهارده من السفر ومفروض ان هي وصلت، وبكلمها ما بتردش. طب ومالك بتاكل في نفسك كده ليه؟ ما تمسك نفسك شويه وتنشف كده وتقولني شفت. امسك نفسي؟ بصراحه شكلك واقع قوي. تعبيطه يا بنتي ولا ايه؟ الموضوع كله بس ان فرح ملوش لازمه من غيرها يعني. ماشي. بقول لك ايه صحيح؟ هي سوها دي هتفرق مع الواد شيرين في حاجه؟ يعني ايه؟ يعني انا شايف ان لو ثلاث بنات اتكسروا قدامه وهما لابسين فستان الفرح عودته تتفك، انما سوها دي مش هتفرق معاها في اي حاجه، ده حتى عمره ما شافها. انت تقصد انك تخرج سوها من الرهان؟ لا انا شايف يعني ان ملهاش لازمه. ملهاش لازمه ولا انت مش عايز تكسرها زي البنات التانيين؟ قصدك ايه؟ انت حبيت سوها بجد؟ حب مين يا بنتي انت هبله؟ يا عم عادي، هو الحب في حاجه عيب ولا حرام؟ ما تقول انك حبيتها. قول يا عم ما تخافش. يو بقى يا لبنى، ابعد عني لسه عادي، بدل ما تساعد قلم ازقك في الحيطه. طب خلاص بلاش تقول لي انك بتحبها، قول لها هي لما ترجع من سهل حشيش. يلا. عرفت منين انها مسهل حشيش؟ ما انت اللي قلت لي. انا قلت لك انها مسافره، ما قلتلكيش في سهل حشيش. ايوه. وريني الشنطه دي. وريني. الموبايل الجديد ده ولا ايه؟ انت سوا؟ انا هفهمك. هتفهميني ايه؟ تشغليني؟ تصوب عليا؟ انا ما نصبتش عليك، انا عملت كده عشان بحبك.
بتحبيني؟ ايوه بحبك، من اول يوم شفتك فيه وانا بحبك واقفه وراك وبساعدك، كل ده عشان بحبك وعايزه افضل جنبك. انا اقصى طموحي ان ابقى حبيبتك ان شاء الله حتى على التليفون من غير ما تعرف انا مين، لاني عارفه ومتاكده اني اقل بكتير من انك تبص لي حتى تحبني. كنت موافقه وفرحانه وانا عارفه انه اكيد هتكشف. وصوت صوها عملتيه ازاي؟ نفس الابلكيشن اللي عندك على التليفون اللي بيغير الاصوات. انا اسفه بس صدقني اليومين اللي فاتوا دول وانا عامله نفسي سوها كانوا احلى يومين في حياتي. مبروك عليك، خطتك كده نجحت وقريب قوي هتكسب الرهان. افتكر انت مش محتاجني دلوقتي، اوعدك مش هتشوف وشي تاني. بس انا خلاص مش عايزه فلوس، انا عملت اللي نفسي فيه خلاص. أنا آسف. على إيه؟ كنت أعمى وحمار. هاخدك ونسافر لندن، نبدأ حياتنا من جديد بالمصنع اللي هاخده من بابا، وحجزتلك من دلوقتي حتة برنامج هيعجبك جدا. يوم 1 ابريل هنروح عند مدام تسو. طب حلو، بس لازم نجيب لها حاجة معانا ولا هنخش لها كده بايدينا فاضية؟ هي مين دي اللي نجيب لها حاجة يا لبنى؟ هي مين دي؟ مدام تسو دي متحف شمع فيه تماثيل لممثلين حبيبتي. يوم 2 ابريل بقى حجزتلك في أشيك مطعم في انجلترا. يوم الجمعة 4 ابريل دي المفاجأة بقى اللي سايبالك في الآخر بصراحة. حجزتلك حفلة عمرو دياب، عارف انك بتموتي فيه. حلو عمرو حلو، بس مفيش حاجه كده للاستاذه لقاء سويدان، بحبها قوي. قال اقول له بحبك عارفين رد عليا بايه؟ متشكر خالص خالص قوي جدا، ميرسي. هو ميرسي فعلا، بس يا لبنى خلي الحجوزات كلها معاكي وتقريبا هتسافري لوحدك يعني. بس انا البنات صعبانين عليا بصراحه. وانا صعبانين عليا والله، بس اعمل ايه؟ فكري فيها، هما كده ولا كده هيتصدموا، سواء سبتهم دلوقتي او سبتهم يوم الفرح. فالعقل بيقول يعني ان انا ارجع حقي وفي نفس الوقت شيرين يتعالج. طب ما شيرين هيتعالج وثلاث بنات هيتعقدوا. عندك حل تاني؟ لبنى انا بحبك ونفسي ابدا معاكي حياه نظيفه، بس محتاجين فلوس. انا هحجز طيران يوم الفرح بالليل والشنطه تكون جاهزه. لو ربنا كرمنا والخطه نجحت هنسافر مع بعض على انجلترا ونبدا حياتنا من جديد. لو حصل بقى والخطه ما نجحتش هناخد شنطنا ونطلع على دمياط.
ايه يا حبيبتي ما ترديش لي على التليفون؟ اه يا علي انا داخله اهو، وشي مستنيني جوه، هخلص واكلمك. ايه رحنا في داهيه خسرنا الرهان؟ بس مفيش حاجه، خلاص كان لازم نخسر بقصتك دي. الواد اتكلم وكسبنا رهان بجد؟ ليه دلوقتي؟ تعالى احكي لي على كل حاجه. انا رحت الاوتيل ومعايا شيرين، لفيت اوضه اوضه، كل ما واحده تفتح لي الباب ولابسه فستان الفرح اقول لها الخبر تنهار، اقول لها الخبر تنهار. بعد تالت اوضه كان شيرين بيتكلم زي القرد، لو كانوا مسكوني كانوا قتلوني. بعد الشر عليك يا اجمل لبلوبه في الدنيا. ميرسي. ده ابويا. ايوه ما انا كلمته، خليت شيرين كمان يكلمه فيديو كول عشان يتاكد. نقول مبروك بقى ولا ايه؟ حقك، مع ان خسرت الرهان بس عندي امل انك تكون اتعلمت حاجه. والله يا ابويا انا ناوي ابتدي على نظيف واتجوز كمان انا ولبنى. انت مش كان نفسك ابطل عك واتجوز بنت تكون راجل؟ ما لقيتش ارجل من لبنى بصراحه. لبنى بنت جدعه وهتعرف تربيك احسن مني. عقد المصنع بتاعك معايا، هتلاقوني مستنيكوا وفرحكوا هنا في انجلترا وعلى حسابي كمان. يلا اشوفك هناك. حتى لافندر؟ لا ده لولو نسيم الحياة. عشان كده شركة الطيران العالمية. حضرتك لبنى عبد اللطيف رأفت؟ ايوه يا فندم. انا قدامي نيتي والله من السفر. هي حضرتك تقرب لك ايه؟ خطيبتي، وان شاء الله هنكتب الكتاب هناك. هو في ايه يا فندم بالظبط؟ طب هي مش حكيها لك حاجة كده او كده؟ لا ما قالتليش اي حاجة يا فندم. يا ريت تفهمني ايه الحكاية؟ اللي انا متجوزة. ايه؟ متجوزة؟ واللي قدامي ان جوزها عامل فيها محضر ومانعها من السفر. متجوزه ايه يا عم انت؟ عقد جوازك. بعد اذنك يا باشا. العريس جلال الجحش والعروسه لبنى عبد اللطيف. انت متجوزه عمي؟ العقد ده مزور يا باشا. متشكر قوي يا فندم انكم كشفتوا لي حقيقه المؤامره دي. سلام يا مرات عمي. سهام ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا ما صدقتش نفسي اول ما لبنى جات لي الاوتيل وادتني التذكره وقالت لي ان انت ناوي تكتب الكتاب بتاعنا هنا على الطياره، وان الطياره بنفسه هو اللي هيقطع لنا التورت، وكمان هنقضي شهر العسل في لندن. انا بجد مش مصدق نفسي، ده انا اقنعت بابا بالعافيه. لبنى الو، يعني انت كنت مطبخاها مع ابويا بقى؟ لما تزور في التواريخ ابقى ركز يا جان، عشان يوم 4 ابريل مش يوم جمعه اساسا يا بتاع عمرو دياب. حجزت لك حفله عمرو دياب. فلتصحابكم السلامة. لا اقعد فين يا اختي، لا مؤاخذة اقعد فين يا اخوي. كوكو مفاجأة حلوة يا كوكو، مش كده؟ ده انا حاطة وسطي اتشل من الفرحة. مين كوكو؟ انا. امال مين علي؟ انا. مين علي؟ انا لسه قايل يا بنت الغبية انا، هو لازم تقولي جملة؟ رايحي كده يا اما. ايه حوار كوكو ده بالصلاة على النبي؟ مين دول؟ يا نهارك اسود. يا صاحبي خلاص ابعد عني، ابعد عني، اعمل معروف، اعمل معروف. يا صاحبي خلاص ابعد عني،